نيجي لقضية اللي قلت أكرهتنا عليه من السحر. هو ممكن على فكرة انه زيادة على المعنى اللي قاله الشيخ، انه هم ما كانوش حابين يجوا في هذه المبارزة، وممكن يكون على فكرة مش من غرضنا هذه المسألة، مش من غرضنا احنا هذه المسألة ولا تخصصنا. ودليل انه اكرهوا، ممكن يكون اكرهوا يعني بتشمها انت، انه ايش؟ وابعث في المدائن حاشرين. شوف حاشرين، طب الحشر فيه جمع، في الحشر فيه جمع، وخصوصا ايش؟ فجمع السحرة لميقات. بعدين عندك ايش؟ حاشرين، اذا تعبير الحشر والجمع بشعرك انه في رأيي ممكن يكون، او يعني من احتمالات انه هم مكرهين في هذه المبارزة واعترافهم. لا، هم اعترافهم بالاكراه من اصله. احنا بنحاول نشوف شو ممكن اكرههم. وين انت ابتداء من تعلم السحر كانوا يجيبوهم هم صغار وهم اذكياء ويحطوهم في هاي المعابد ومجبرين، ممكن عشان يطوعوا الناس للحاكم، لانه لابد هذول زي ما بيعملوا اليوم الحكام او المتنفذين في كل مجتمع، سواء كانوا طغاة او منتخبين في الدول الاوروبية وغيرها، ممكن بيعدوا على فكرة اعداد، بينتقوا انتقاء، حتى بينتقوا ابنائنا. كم مرة كانوا يجوا الغربيين ويأخذوا أذكى الطلاب، قال يأخذوهم دورات في المجتمعات الغربية، يأخذوا الأذكياء. حتى الماسونية على فكرة بتدور مين المفلح في أي تجارة في كذا، هاتوا ملاحظ. فيبدو أنه المستوى واضح، أنه مستوى اللي كانوا فيه الفراعنة مستوى عالي على طول، أجاب بإجابات سياسية، سياسي محنك. كيف بدك تمتص الآن جماهير لما شافوا الهزيمة؟ على طول جاب لك ثلاث قضايا اللي هي قلنا عنها. فهو يبدو انه اكرههم اما ابتداء او هاي المبارزة. قديش بعد معنا يا عماد؟ خمس دقائق. طيب لاحظ، قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. بيحشروا يعني حسب ما بدك ولا غصبا عنك؟ يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بجيبوهم مغفورين يعني غصبا عنهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ شوف الناس خيار، هل أنتم مجتمعون؟ يعني الاعلام يا اجتمعوا يا ناس في كذا في مبارزه، لكن اللي حشروا جمعوا الناس طيب طيب نرجع الان ل انت الايه اللي قراتها يا شيخ من طه الاولى فألقي السحرة. نعم طيب قرأنا إياها، قرأ مشان تذكير بالمسألة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماشي، تقرأ لنا برضو في الشعراء. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون،
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين أجمعين. طيب شو ردهم؟ قالوا لا ضير إنا إلى كانوا قالوا له بسيطة تصور شو الموقف هذا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. فأكيد كانت دعوة موسى عليه السلام وهو في احتمال موسى عليه السلام قعد فترة طويلة على فكرة في مصر وكان هناك حفظ رباني وموسى كان محبوب لأنه أصلا له أصدقاء وعاش مدة في القصر والله سبحانه وتعالى إيش قال ألقيت عليك محبة مني فكان محبوب وبالتالي يعني مسألة فرعون وثم الحفظ الرباني ويبدو النظام الموجود كان مكبل إيدين فرعون خصوصا إذا في له عزوة لأنه عاش بينهم بيعرفوا لموسى عليه السلام فهون حاول ذروني أيوة يعني لا تتوجهوا إلي بشأن موسى إذن هو لاحظ شو معنى ذروني لا وقصد نقول مش معناها اتركوني وهي سبق لما فسرنا المدثر بينا ايش معنات ذرني ومن خلقت انت ماسك شيء ممكن اقول لك اترك او ماسك واحد مثلا بجيش اقول ذره بقول اتركه تمام انما اذا توجهت له ممكن واحد توجه مثلا لواحد بده يسيء له اجا قال له ذره شو يعني ذره يعني لا تتوجه له مش اتركه لا تتوجه له تمام هذه مهمها وين ما وردت كلمة ذرني وما يشبهها المقصود لا شو معنى ذروني اقتل موسى يعني لا تتوجه الي بالشفاعة لموسى حتى لا أقتله تتوجهوا ليش تمام إذن هو عارف إنه في قطعات منهم من الملأ وهذول بمون وهذول التفاصيل ثم هو خايف وهذه القضية الثانية إذن الملأ عم بقولهم تتوجهوش إليه ذروني إذن هم متعاطفين مع مين؟ مع موسى ولكن القضية اللي ممكن تكون برضو بتمنعه إنه موسى عليه السلام لما ضربت مصر بالجراد والكمل والدم والضفادع والمصائب هاي وتوجهوا له وقالوا له إذا بترفع هذا إحنا بنؤمن ورفع مجربينه بعدين جاب الأفعى قضية العصا ما هو على فكرة ليش عصا وليش أفعى ما سبق بينا بعض الدروس إنه أصلا فرعون نفسه إذا بتلاحظوا كل صوره بيحمل عصا رأسها أفعى وهون على رأسه هون أفعى في عقائد إذن فهم لما أتاهم موسى عليه السلام بكل ما أتاهم إلها علاقة بعقائدهم فالآن خايفين منه كل هذا طبعا مثل ما ألقى الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوب السحرة لأنه الله سبحانه وتعالى شو قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم عيد أيوة ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما انتهى ففي مربطه
بس المهم بتفهم من زروني انه في تعاطف كاين مع موسى، ولو المعرفة والمحبة. ثم هو يبدو، وهذا مش وقته، انه طالت المدة موجود فيها موسى عليه السلام. بناخذ من مجموع الآيات في قصة موسى عليه السلام تجد انه طالت المدة، فيبدو من خلال طالت المدة والكلام والحراك الاجتماعي زي ما بيقولوا، والكلام وشو ومين موسى وليش موسى، طب منعرف موسى ليش، شو اللي جاء فيه وإلى آخره. يعني صارت الناس يعني واعية بإشي، واعية بإشي. انتهى زمان. طيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله.